حضرتك تاني ست اللي هو فتحي، واخد رأي حضرتك برضو مع ست اللي هو مجدي عن فكرة مكانة الوطن في قلب المقاتل المصري بشكل عام. ست اللي هو مجدي، يعني ازاي اصبحت عقيدة مكملة للإيمان ويقين راسخ كجزء من مكونات شخصيته؟ ليه المقاتل المصري بهذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقاتل المصري بيقاتل من أجل الوطن، مش بيقاتل من أجل لا فلوس أو صحيح، شكل أو موضوع، لا هو بيقاتل من أجل قضية الوطن، فبالتالي بيكون عمله بيوازي هذه القضية العظيمة. فهتلاقي الجيل بتاعنا أو الجيل، يعني معظم الأجيال بتخش، يعني إحنا كنا في كليات مدنية وبعد النكسة ما قامت مباشرة، وكنا ملتزمين في دراستنا ومتفوقين وكل الأمور ماشية لغاية ما قامت النكسة. ما قدرناش نتحمل، أنا بدي سيادتك مثال، إن إحنا نبقى بندرس دراسة مدنية وزمايلنا أو في نكسة وفي عدو إسرائيلي على الأرض المصرية وفي هزيمة وفي الشكل العام للوطن كان منكسر في هذا التوقيت. بدي سيادتك مثال، دفعه كثيره جدا لا ضحت بكلياتها وسابت نفسها، مش هقول اقول لحضرتك ارقام غير عاديه. وطبعا القوات السلاحه بتختار بتنتقي دايما لياقه نفسيه وطبيه صحيح. وخاصه، يعني كانت بتنتقي دائما. ف دي قضيه طبعا ما بنلاقيهاش في جيوش محترفه كتير، يعني في جيوش اللي هي المرتزقه اللي هم صحيح. هتلاقيها بيعمل ده واجب او عمل روتيني بيأديه زي اي واحد بيقوم بواجب روتيني تقليدي. صحيح. احنا طبعا نتيجه الظروف بتاعتنا في المنطقه، نتيجه التحديات القديمه القديمه، فدائما احنا اما بنتقدم للكليات العسكريه او بنتقدم يعني او سواء صف الضباط يتقدموا للتطوع او عساكر بيجندوا، بيبقى شكل القضية مختلف تماما عن النظام الروتيني التقليدي في في كوظيفة عقيدة وفي مدنية. إيمان وفي ففي قناعة. ففي عقيدة بالظبط كده، بالظبط كده. فيعني ده 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 سؤال. وبالمناسبة راس العش، الاستقبال لكلام اللي هو فتحي اللي هو مش عايز يتكلم راس العش تفاصيل بتفاصيل، لكنها دي كانت قضية مش معركة اللي بتمس الجيش المصري فقط لا غير، لا دي كانت بتمس الشعب المصري كامل، لانها كانت هي دي يعني المعركه اللي كانت لا قدر الله لو كان حصل فيها مشكله كانت هزيمه او حاجه زي كده، كانت العدو الاسرائيلي كان خد سيناء كامله، يعني كانت بقى سيناء كامله تحت سيطرته، لكن كان بور فؤاد كانت ما زالت صامده، وبالتالي بورسعيد كانت قدامها، وجزء كبير من القناه، يعني جزء من صحيح. الجنوب بور فؤاد، وبفضل فصيله صغيره كانت بقياده الملازم الاول كان ملازم فتحي عبد الله في هذا التوقيت، قاموا بعمل غير عادي، يعني الناس ما شاء كلها الله. بيدرس على المستوى العالي. وكانت وبعدين يعني اقول لحضرتك حاجه، يعني كانت الناس بقى بيحكوا لنا القاده، هو كان صحيح في المواجهه وكان بيحارب، لكن كان جانب الغربي بالكامل بجميع الاسلحه كان بيساعد، لان ده كانت عباره عن قتال باستماته عشان صحيح خاطر العدو لا يمر من هذه النقطه. صحيح. طبعا دي بقى التفاصيل هيحكيها، والشيوخ ده نتكلم برضه بالمناسبه يحكوها. احنا كمان عايزين نعلم ولاد